بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الواحد القهار، والحمد لله الذي لا تدركه الأبصار، والصلاة والسلام على نبيه المختار وعلى آله وصحبه الأطهار. أعزائي المشاهدين، تمر علينا اليوم فرصة عظيمة لكي نهنئ أنفسنا بنصر العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر. هذا اليوم الأغر، اليوم الذي نصر الله تعالى فيه مصر وجند مصر. نسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا كلها نصرا، وأن ينصرنا على الأعداء، وأن يكتبنا وإياكم من السعداء. ودائما نتذكر يعني العاشر من رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فقد كان هذا التوقيت سببا أساسيا في النصر الكريم. ونسأل الله تعالى أن يفتح لنا بمناسبة هذا اليوم فتحا مبينا، وأن يغفر لنا ولكم. أعزائي المشاهدين، نواصل رحلتنا مع كتاب الله تعالى ومع سورة المرسلات من خلال تعلم التجويد مع ضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان. نرحب بضيفنا وضيفكم فضيلة الشيخ خالد شعبان. مرحبا بكم فضيلة الشيخ خالد، ونقول لحضرتك والإخوة المشاهدين كل عام وأنتم بخير. والجميع بخير. فضيلة الشيخ وأعزائي المشاهدين، بحمد الله انتهينا بالأمس إلى الآية 31 من سورة المرسلات، واليوم إن شاء الله تعالى سنأخذ من الآية 32 إلى الآية 36 من سورة المرسلات، ونستمع بداية إلى الآيات الكريمة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. هيا أعزائي المشاهدين، نفتح المصاحف ونبدأ في تلقي التجويد العملي من فضيلة الشيخ خالد. مرحبا بكم فضيلة الشيخ مرة أخرى، وما الجديد اليوم من خلال ما استمعنا إلى الآيات الكريمة؟ أولا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فكل الشكر والتقدير والاحترام وأسمى آيات العرفان لما امتن به الله علينا في مثل هذا اليوم. نعم. هذا أولا، وذلك من خلال كتاب الله تبارك وتعالى، إذ ذكر النصر في القرآن 3 مرات كلها تنسب لله تبارك وتعالى. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. وما كان التوفيق في هذا اليوم الأغر إلا من الله سبحانه وتعالى، حيث ذكر التوفيق في القرآن ولم يذكره إلا مرة واحدة. نعم. مقرونا به سبحانه وتعالى حيث قال: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أما عن آيات اليوم فنأتي إلى أول آية في قوله تعالى: إنها ترمي بشرر كالقصر. هناخد كلمة بشرر ونكتبها على السبورة عشان نلاحظ حاجة معينة فيها كالتالي. نعم. يعني لو كتبناها مثلا كده على السبورة بشررين، ايه اللي تلاحظوا معايا؟ الراء تكررت. نعم. والحرف حينما يتكرر بيخلي اللسان يروح ويجي في نفس المنطقة في نفس النقطة نفس المكان. نقرب المثال شوية. نعم. لو أن الإنسان واقف وبيرفع رجله عشان يرجعها في نفس المكان في نفس النقطة في نفس الحتة هي بالضبط. نعم. كيف يكون حركته؟ سهلة ولا صعبة؟ فيها شيء من ايه؟ محل. في محله، ولكن يعني انت بتشيلها عشان تحطها في نفس المكان بالضبط في نفس النقطة، في ما يتحركش لا يمين ولا شمال. لا، فيها صعوبة شوية. فيها صعوبة. جميل قوي كده. اذا ان تكرر الحرف ننتبه له، ده اول درس عملي. يعني ننتبه عند تكرار الاحرف. ايه السبب في كده؟ ايوه، السبب في كده ان الحرف ده لما تكرر اختلف الحكم معايا بحكم تشكيله. أولا الكلمة دي في وسط الآية، إنها ترمي بشرر كالقصر، ليست ذات وقف. نعم. ف
فالرأي الأولى عندي مفتوح، فإيه حكمها؟ تفخم. الرأي الثانية اللي بعديها مكسورة، إيه حكمها؟ ترقق. يبقى أصبح عندي نفس الحرف هو هو سيفخم، هو هو سيرقق. تاني، عندي الراء هي هي بعينها بذاتها بمخرجها اللي احنا عرفناه بعد اللام مباشرة. نعم. والراء يدانيه لظهر أدخله، ماشي الكلام كده؟ هذه الراء هي هي بعينها الأولى في قوله بشارار، الراء المفتوحة. نعم. اللي بعد الشين دي مفخمة. أنا بتكلم الآن لحفص، بتكلم لمين؟ لحفص. لحفص. نعم. بتكلم لمين؟ لحفص. اللي احنا بنقرأ الرواية بيه وبنصلي بيها وبنتعلم والكل بيتعلم بيها، ما جبناش دي قراءات خلاص دلوقتي الآن. نعم. خلاص كده؟ نعم. الراء الأولى مفتوحة، وقلنا أن الراء إذا كانت مفتوحة حكمها إيه؟ حكمها التفخيم. التفخيم. تبقى بشارة. خلاص كده؟ نعم. طب والرأي اللي بعديها؟ مكسورة. مكسورة بمرقق. وقلنا أن الراء المكسور على الدوام ترقق. إذن يلزم من هذا شيء. إيه هو؟ أعرف يعني إيه تفخيم وأعرف يعني إيه ترقيق. نعم. إيه التفخيم؟ التفخيم هو التغليظ والتسمين. ده بالنسبة للغة. طيب بالنسبة للإصطلاح، تعالى كده انطق كده بشارة، هنطق ونستخرج من النطق التعريف. بشارة تغليظه وتسمين الحرف في مخرجه، را 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 في الفم هو، صح ولا لا؟ نعم. طب ايه اللي حصل بعد ما غلظ الحرف في الفم؟ الصوت ملى الفم وامتلأ بصداه، صح ولا لا؟ را را اهو. طيب قوة دي ولا ضعف؟ لا، ده قوة. طب وبتسمع ايه؟ بسمع الحرف ايه؟ قوي، وبرفعه وبسمعه ايه؟ مغلظ مسمن بشارة را اهو. يبقى اخذنا من النطق التعريف. طب الرأي الثانية بشارة ري، ري خد بقى منه التعريف، ده تنحيف في الحرف اهو مش تسمين. نعم. ضدها اهو. نعم. طب ايه اللي حصل؟ نحف الحرف في المخرج برضه، والصوت ما ملاش الفم، والصفة بتاعته ضعيفة، وسمعته ايه؟ رقيق. ده كده بأبسط الصور لتعريف التفخيم والترقيق. والترقيق عملي من خلال النطق، خدنا التعريف. طيب انت مش اديتني قبل كده يا عم الشيخ حروف الاستعلاء خاصة ضغط انقاذ خدناها، وقلت لي دي كلها مفخمة والباقي مرقق. والباقي مرقق. نعم. هي الراء دي من خاصة ضغط انقاذ؟ لا. يبقى هنا الكلمة دي بتعلمني حتى في درس التفخيم والترقيق جديدة برضو، مش كل الباب، احنا بناخد بما يتناسب مع الآية معانا. نعم. خلاص كده؟ لحد هذه اللحظة بهذه الكلمة نتعلم: واحد، أن هناك حروف تفخم على الدوام وهي خص ضغط انقذ. طب والمتبقي لا يرقق على الدوام، في جزء منه هيطلع تارة يفخم وتارة يرقق. منه الراء. منه حرف الراء. نعم. واضحة ولا عيد تاني؟ واضحة يا شيخنا. نعيد تاني عشان ايه؟ نعيد تاني. المعلومة تثبت. نعيد تاني. خلاص كده؟ كلمة اليوم في قوله بشاراري، ناخد منها ايه؟ أخلي بالي عند تكرار الحرف ينتبه القارئ حتى لا يكون في قراءته مسرعا فتسقط إحدى الصفات. نعم. أو لا يلفظ به بالحرف يعني لفظ جيد يديه الحق والمستحق بتاعه، وبالأخص إن تكرر وكان في الحالة الأولى مفخما وفي الحالة الثانية هو هو نفس الحرف مرققا، كما معنا في قوله إنها ترمي بشرر كالقصر. تعلمنا من الكلمة دي النهاردة كذلك أن حروف التفخيم اللي خدناها قبل كده دي مفخمة قولا واحدا، وبقية الحروف ليست على الدوام مرققة، ده في منها قسم تارة يفخم وتارة يرقق. من هذه الحروف حرف الراء أهو عملي، تارة يفخم إذا كان مفتوحا كما في بشارة. خلاص؟ نعم يا شيخ. ويرقق تارة إن كان مكسورا كما في نفس الكلمة كذلك بشارارين. أيوة. ننتبه لهذا الأمر. ده رقم واحد معانا النهاردة في الآيات. نعم. أرجو أنها تكون واضحة إن شاء الله. واضحة. الأمر الثاني،
يتعلق بالنطق أيضا كذلك وبرسم المصحف في قوله تعالى بعد قوله إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة، جي ما لتن لتن، يبقى لام تاء مباشرة لحفص ومن معه يقرأ إيه؟ جمالة صفر، يقرأ إيه؟ جمالة صفر. أيوة، عشان في بعض اللي بيقرأ بدون ما بيشعر بيقرأ كده جمالات صفر. هي صحيحة لكن مش لحفص، حفص يقرأ هكذا جمالة جمالة صفر. طيب إذا وقف القارئ لحفص، إذا وقف القارئ لمين؟ لحفص، لحفص على هذه الكلمة اضطرارا، نسي اللي بعديها مثلا أو أصيب بعطاس أو أي أمر ما أوقفه على هذه الكلمة، أو تعليما كما نفعل الآن، خلاص، أو اختبارا يقف بإثبات التاء مفتوحة هكذا جمالت، جمالت، ما يقولش جمالة، لا جمالت، خلاص كده. ودي قاعدة أرساها ابن الجزري في منظومة الجزرية إذ يقول وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. يعني إيه؟ هناك كلمات جاء فيها قراءات بين الإفراد وبين الجمع، مثل غيابات، خلاص، آيات، ثمرات، بينات إلى آخره، هذه فيها قراءات. بالنسبة لحفص في هذه الكلمات ومنها كلمة جمالة صفر برضو فيها قراءات، خلاص كده، فيها إيه؟ قراءات. يبقى حينما يقف حفص عند هذه الكلمة ويقف القارئ الذي يقرأ بهذه الرواية يتبع المرسوم، وهو أن يقف بالتاء المفتوحة، وهذا ليس وقف اختياري. لو كان اختياريا يقبح القارئ وينهى عن مثل هذه الوقوف، أما لو كان اضطرار خلاص تعليم جائز، لأي أمر فيه مصلحة يجوز كالتعليم أو الاضطرار. أما إن تعمد الوقف هكذا وليس وقفا لا حسنا ولا كافيا ولا تاما، فإنه يقبح إذا وقف على التاء المفتوحة أو التاء المربوطة أو المقطوع والموصول بالفصل أو الوصل تعمدا يخلف المعنى أو لا يكون فيه معنى أصلا. وهل فضيلة الشيخ الحكم هكذا أيضا في الكلمات التي وردت أحيانا تارد بتاء مربوطة وأحيانا بتاء مفتوحة؟ القاعدة الأصلية، القاعدة الأصلية وقف لكل قراءه باتباع ما رسم، يعني لو تاء مفتوحة أخف بتاء، خلاص كده. ما لم يأتي بعد ذلك أو ما لم تأتي الرواية بعد ذلك، لو أكملنا الأبيات هتجد أن هناك كلمات جاءت الرواية بخلاف ذلك. يعني مثال الكلمة اللي معانا النهاردة، كلمة جمالة صفر، الكسائي إذا وقف يقف بهاء على أصل قاعدته ويقف بالهاء ممالة، إذن أنا أتبع الرواية التي أقرأ بها ولها قواعد، أتبع الرواية التي أقرأ بها فلها القواعد المختصة، لذا لا يقرأ القرآن بالتشهي، مش كل ما اشتهي حاجة أو عرفت معلومة أطبقها، لا، القرآن يؤخذ بالتلقي والمشافهة، يؤخذ بالتلقي والمشافة. يبقى النهاردة معنا كلمة بشرر، وانتبه للرأي الأولى تفخم، الثانية ترقق، وذلك في حالة الوصل. أنا بتكلم على إيه؟ حالة الوصل، الوصل، ما جبتش سيرة الوقف خالص. طب لو وقفنا اضطرارا يا شيخنا، لو وقفنا اضطرارا الرأي الثانية رقم واحد ستفخم لحفص إن وقفت بالسكون هكذا إنها ترمي بشرر، بشرر، يبقى أنت كده وقفت بالسكون. إيه اللي حصل للرأي الأولى والثانية؟ مفخم. جميل. لو أنك أردت أن تأتي بروم سيكون الحكم كما قال الإمام ورومهم كما وصلهم، يبقى كده إنها ترمي بشرر، يبقى إذن على السكون المحض، أي السكون معنى كلمة محض يعني خالص، إذا وقفت
بسكون الراء سكونا خالصا لا حركة فيه. وبالمناسبة كلمة محض أخذت من الشيء الخالص. نعم. إذا قلت مثلا في اللبن هو خالص خلاص كده، فاستعيرت هذه الكلمة إذا كان الحرف خالصا من الحركات. فإذا وقفت بالسكون الخالص يعني ما فيش لا فتحة ولا كسرة ولا ضمة، لا تشوبه أي حركة، حركة إذن أصبحت راء ساكنة وقبلها مفتوح تفخم. أما إذا أردت أن تقف بالروم، وهذا هو الوجه الثاني في هذه الكلمة لحفص، فإنك تأتي بها مرققة إذا رمت. إذا إيه؟ إذا رمت يعني أديت بها مرومة. نسمعها مرة ثانية يا شيخنا. إنها ترمي بشرري. بشرري. والروم صوت يسمعه القريب دون البعيد. بارك الله فيكم الشيخ. أعزائي المشاهدين، استمعنا إلى الشرح من فضيلة الشيخ خالد، ونبدأ إن شاء الله في تلقي الاتصالات. معنا بداية أم محمد من بورسعيد، تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقرأ حضرتك؟ اتفضلي يا أم محمد اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ترمي بشرر قلقص. نرقق التاء شوية أم محمد. ترمي بشرر قلقص، كأنه جمالة نصف. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون. هذا يوم لا، يوم لا ينطقون. هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا محمد. معنا الحاج راوية من القاهرة، تفضلي يا حاج راوية. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ترمي بشرر كالقصر. النهاردة يا حاج راوية اتكلمنا عن الراء المتكررة. نعم. الأولى حكمها إيه؟ مفخمة قولا واحدا لأنها مفتوحة. ممتاز. والثانية مرققة لو حنوصل. تمام. لكن أحسنت. لو وقفا على الكلمة نفسها يبقى الحرفين الاثنين مفخمين. أيوة، عند السكون. وإذا أردنا أن نروم في الراء الثانية يبقى لي فيها إيه؟ ترقيق وتفخيم. كسرة. أيوة. يسمعها الداني دون القاصي. ما شاء الله عليك يا حجر. أحسنت ما شاء الله. أكمل يا حجر. بارك الله في فيكم. بارك يا حجر. إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. وكلمة جمالة صفر، كلمة نعم. جمالة لو وقفنا عليها لحفص اضطرارا أو تعليما، نقف بالتاء مفتوحة ولكن مسكنة. أيوة. جمالة جمالة. أيوة. بارك الله فيك. كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. أخلي بالي من الهمزة واسكنها كما مرة. ولا يؤذن. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ما شاء الله. جزاك الله خير. وإياكم يا حاجة ما شاء الله عليك. عليكم السلام. معنا الحاجة مسامح من بن سويف، فضلي حاجة مسامح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في شيخنا الجليل وفي حضرتك يا أستاذ عماد. الله يبارك فيك يا مسامح، تفضلي فعلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ترمي بشرر قلقص، كأنه جمالة صف. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. صدق الله العظيم. ما شاء الله. أحسنت يا أم سامح. بارك الله فيك يا أم سامح. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله تعالى سنخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم سريعا لنستكمل معكم إن شاء الله تلاوة كتاب الله تعالى من خلال آيات اليوم من سورة المرسلات، فابقوا معنا. Thank you.
أعزائي المشاهدين، نجدد لكم التحية من روضتنا القرآنية. هيا أعزائي المشاهدين نقرأ على فضيلة الشيخ خالد آيات سورة المرسلات اليوم، الآيات من 31 لحد 36، من 32 لحد 36 مع فضيلة الشيخ خالد. نبدأ أولا بالأستاذ محمد ملقرة. تفضل أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك أستاذ محمد. تفضل أستاذ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ترمي بشرر كالقصر. خلي بالك بقى من الراء، ترمي وراء بشرارك. الراء في ترمي تفخم يا استاذ محمد. إنها ترمي إنها ترمي بشرر كالقصر. أيوة كده. كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. جميل. بص كده كلمة يوم عندك هتجدها مضمومة مش منونة. هذا يوم لا. يوم لا ينطقون. هذا يوم لا ينطقون. جميل. لا ينطقون. لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ما شاء الله عليك محمد، ما شاء الله في تقدم كبير، ما شاء الله عليك. الحمد لله. معانا الحاجة أم إبراهيم من القاهرة. اتفضلي يا حاجة أم إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جميعا يا رب العالمين ادخلوا الجنة بالقرآن. آمين يا رب. جميعا إن شاء الله. جميع البلد وكل سنة وأنتم طيبين بمعادي الحرب. حضرتك طيب. 6 أكتوبر يا رب. ماشي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ترمي بشرر كالقصر. خلي بالي من الياء. ترمي. ترمي بشرر كالقصر. كأنه جمالات صفر. جمالة لتن. جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ما شاء الله عليكم إبراهيم. بارك الله فيك. أخونا الشيخ أحمد من المنيا. تفضل يا شيخ أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ أحمد إزايك أخي الكريم؟ تحياتي لك والعام الشيخ خالد شعبان. الله يحييك ويبارك فيك. وكنت سنة وحضراتكم طيبين وربنا يجعلوا في موازين حسنات يا رب العالمين. الله يبارك فيك يا شيخ أحمد وحضرتك طيب ومصر كلها طيبة يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ترمي بشرر كالكف. كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. أحسنت يا عم الشيخ أحمد بارك الله فيك. بس بخلي بالك من الغنى يا عم الشيخ أحمد، ربنا يبارك فيك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذ انشراح من اسكندرية. تفضلي يا أستاذ انشراح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا حاجة معلش وطي التلفزيون شوية واسمعينا من السمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ترمي بشرر كالقصر. نشبع الغنة شوية. إنها إنها ترمي بشرر كالقصر. كأنه جمالات صفر. كأنه جمالة صفر. مفيش ألف بعد اللام. كأنه جمالات صفر. لا جمالة لتن. جمالة صفر. أيوة كده. ويل يومئذ للمكذبين. نعم. هذا يوم لا ينطقون. يوم لا. هذا يوم لا. لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. المد الطبيعي ولا يؤذن. ولا يؤذن لهم.
ولا يؤذن لهم فيعتذرون. بارك الله فيك يا حجة شراح. أم الحجة عطية من الدقهلية، تفضل حجة عطية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام لحضرتك يا استاذ عماد الشيخنا الاستاذ خالد. الله يسلمك يا عم الحاج، اتفضل. طيبين وحضرتك طيب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انها ترمي بشرر كالقصر، كانه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. نشبع الغنى شوية حق عطية. يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. بارك الله فيك، وخلي بالك من الغنى محتاجة تشبع شوية. بارك الله فيك، أحسنت. معنا أم أسماء من القرى، تفضلي يا أم أسماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طالما استعذنا نستعيذ يا أم أسماء كالكسر. يا أم أسماء أيوه، نستعيذ نراعي الأحكام في الاستعاذة، هنبسمل نراعي الأحكام في البسملة، نخلي بالنا كمان مرة الاستعاذة وكمان بسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيوه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ترمي بشرر كالقصر. ترمي في عندي، خلي بالك منها. ترمي بشرر كالقصر. بشرر كالقصر. أيوة. كأنه جمالات صفر. اسمعيني كده قولي ورايا. كأنه جمالة صفر. كأنه جمالة صفر. أيوة. ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم لا ينطقون. قولي ورايا. هذا يوم لا ينطقون. تمام. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. النون مضمومة. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. بارك الله فيك يا أم أسماء. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أختنا الحجة ليلى من القاهرة، تفضلي يا أستاذة ليلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ترمي بشرر كالقصر. إنها، خلي بالنا من قلنا. إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالات صفر. جمالة صفر. اشبع الغنة بقى، في عندي غنة. جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. بارك الله فيك يا حاجة ليلى. معانا أم محمد من الجيزة، تفضلي يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا يعني أمي ما بعرفش اللي هي الإدغام والغنة، بس باخد بالنطق. ينفع أقرأ قرآن كده؟ عشان حضرتك امبارح كنت بتقول لازم يعني تعرفوا النطق والأحكام والحاجات دي. نعرف يعني نعرفها عملي يا أم محمد. يعني عملي نطبقها عملي. أهم شيء العمل. ما بفهمش يعني الإدغام. لا أنا مش بتكلم الأحكام العلمية، لا. انت اللي يعنيك يا ام محمد، انت شخصيا اللي يعنيكي الاحكام العمليه. يعني انا دلوقتي لو سمحت لو في قران في التلفزيون، في يعني بيرتلوا بقرا وراه، فبقرا زي ما هو بيقول كده يعني. جميل. ما بعرفش الاحكام. جميل والحاجات. جميل جميل. ماشي طيب، هقرا ان شاء الله. اتفضلي يا ام محمد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ترمي بشرر كالقصر، إنه جمالة صفر.
كأنه كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ما شاء الله محمد قراءتك ما شاء الله طيبة، بارك الله فيك يا أم محمد. بارك الله فيك يا أم محمد. معنا الأستاذة أسماء من اسكندرية، تفضلي يا أستاذة أسماء. تفضل وأنا بعديها يا شيخ عماد. طيب حاضر حاضر، تفضلي يا أسماء. بنتنا أسماء. وعليكم السلام، ازيك يا أسماء؟ أقرأ؟ أقرأ اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا إنها ترمي بشرر كالقصر كأنهم شملات صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل لا ينطقون ولا يؤذن له فيعتذرون. ما شاء الله عليك يا أسماء. هاتي آلاء يا أسماء يلا بسرعة. بطل آلاء. عليكم السلام ورحمة الله. احنا عرفنا يا آلاء ان أسماء عندها 5 سنين، انت عندك كم سنة؟ انا عندي 10. ما شاء الله ربنا يبارك في عمرك، اتفضلي اقرأي. بسم الله الرحمن الرحيم. كأنه جمالات صف انها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صف ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يأذون له ولا يؤذن لهم فيعتذرون. بارك الله فيك يا علاء انت واسماء، وربنا يسعدكم ان شاء الله ويكتب للبيت ده دائما البركه بالقران الكريم. اعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود اليكم سريعا، فابقوا معنا. أعزائي المشاهدين نجدد لكم التحية من روضاتنا القرآنية مع الأجواء الإيمانية والنفحات الربانية لآيات سورة المرسلات. نبدأ مع الحاجة حورية من القيرة، تفضلي حاجة حورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. الله يحفظك ربي يبارك في حضرتك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ترمي بشرر كالقصر. أخلي بال التاء في ترمي ترقق والراء بعدها تفخم عشان ما يجيش أفخم الراء أفخم التاء كمان وتيجي مني كده ترمي، لا تاء ترمي كمان مرة ترمي. أيوة. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر. جمالات صفر. كأنه جمالات صفر. كمان مرة. كأنه جمالات صفر. جمالات صفر. جمالات صفر. أيوة. وأخلي بالغنة تفخم عشان بعديها الصاد. جمالات صفر. جمالات صفر. أيوة. ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. بارك الله فيك. معنا ابنتنا يمنى من القاهرة، تفضلي يا يمنى. يمنى السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا يمنى. بارك الله فيكم. الله يبارك فيك يا يمنى ويحفظك. بارك يا يمنى. بتقرأي منين يا يمنى؟ من
فعل ربك بأصحاب الفيل. طب اتفضلي يا يمنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. شاطرة يمنى ما شاء الله عليكي، أنت أولى النهاردة يمنى ما شاء الله عليكي. ماشي يمنى ما شاء الله، رقم واحد أنت النهاردة. معنا إسراء من القرية، اتفضلي يا إسراء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. يوم لا، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. لهم ف لهم فيعتذرون، ما فيهاش غنة، دي ميم ساكنة بعدها فاء، ما فيش فيها غنة. لهم فيعتذرون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. بارك الله فيك. معنا اختنا ام رماس، اتفضلي يا ام رماس. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يكرمك يا رب، وكل عام ومصر كلها بخير. امين يا رب. اللهم امين وشعبها يا رب. امين يا رب. اللهم امين. امين. اتفضلي يا ام رماس. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا مرماس، ما شاء الله عليك، ربنا يبارك في حضرتك. ويعني احنا بندعو دائما لوالدتك وربنا يبارك لك في رماس ان شاء الله. معانا الحاجه زينب من الشرقيه، اتفضلي يا حاجه زينب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ترمي بشرر كالقصر. إنها الغنة. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. جمالة صفر. جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون. لا ينطي. لا ينطقون. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. ولا يؤذن. ولا يؤذن لهم فيعتذرون. بارك الله فيك يا حاجة زينب. معانا الأخ محمد من القاهرة، تفضل أستاذ محمد. تفضل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعنا على طول من السماعة يا محمد، وطي التلفزيون شوية. حاضر. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. بارك الله فيك يا محمد. محمد، انت حافظ السورة يا محمد؟ نعم حافظ السورة، حافظ سورة المرسلات. ما شاء الله عليك. طيب وحافظ قد ايه من القران يا محمد؟ حافظ جزء عام وجزء طابور. ما شاء الله ممتاز. ممتاز، يعني تلاوتك ممتازه يا محمد. عندك كم سنه؟ عندي 8. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك. انت الاول برضو كمان، انت الاول يا محمد. تحب تقرا حاجه ثاني برضو؟ نعم. تحب تقرا حاجه ثاني تسمعها للساده المشاهدين؟ براحت حضرتك. ايه طب سمع لي، هات صورة من الصور، يعني مش عايزين نقول الصور القصيرة، هات صورة ألم نشرح لك. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك
فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا محمد وينبتك نباتا حسنا إن شاء الله. معانا الأستاذة زينب من المينا، تفضلي حاجة زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازيك يا أستاذة زينب؟ الحمد لله. اتفضلي يا أختي. ممكن أقرأ؟ اتفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. صدق الله العظيم. ما شاء الله، ما شاء الله عليك يا زينب. بسم الله ما شاء الله. معانا الأستاذ زينب من القاهرة، تفضلي يا أختي زينب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا رب، يخليك يا رب. الله يبارك لك. أقرأ إن شاء الله. تفضلي يا فندم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك شيخنا الكريم. وصلنا للاتصال الأخير مع الأخت سهام من القاهرة. فهي إن شاء الله هتقرأ ورا حضرتك. نعم أخت أستاذ سهام. نعم اتفضل يا استاذ سامي، ان شاء الله تقراي ورا الشيخ. ده شرف لي. بارك الله فيك. اتفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انها ترمي بشرر كالقصر، إنها ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر، كأنه جمالة صفر. ويل يومئذ للمكذبين. ويل يومئذ للمكذبين. هذا يوم لا ينطقون، هذا يوم لا ينطقون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. شيخنا الكريم، بالنسبة لوحة الشرف النهاردة مين اللي معاه فيها؟ ابنائنا طبعا النهارده ما شاء الله المصدرين طبعا بلك. الكبار يعني طبعا ام رماس والحاجه حوريه معروفين، لكن بنتكلم بقى على ابنائنا بقى طبعا الشيخ احمد، ابنائنا محمد من القاهره، ابنائنا اسماء والاء ويمنى واسراء، ما شاء الله عليهم يعني، ربنا يحفظهم ويبارك فيهم ان شاء الله. كل ابناء مصر. حكمه اليوم من الايات الكريمه يا شيخنا الكريم. الحكمه من خاف من شيء هرب منه. نعم. من خاف من شيء هرب منه حقيقه لا كلاما. نعم. آيات اليوم تتحدث عن جهنم. وكثير يدعي الخوف منها. يا رب سلم. يدعي الخوف منها ويفعل ما تستوجبه. بارك الله فيك. فالخوف حقيقة لا كلاما. طيب يعني عايزين الدعاء الكريم لفضيلة الشيخ في مناسبة هذا اليوم الكريم المبارك. بإذن الله نختم به حلقة. ربنا نسأل نقطع أن ربنا كده يكرمنا بإذن الله بإجابة الدعاء، وأن احنا نكون دائما إن شاء الله من المنتصرين السعداء. آمين يا رب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا ولا ببلادنا عدوا ولا حاسدا يا كريم. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
آمين آمين يا رب العالمين، وصلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. اللهم افتح لنا فتحا مبينا، واغفر لنا ما تقدم من ذنبنا وما تأخر، وأتم علينا نعمتك يا أرحم الراحمين، واهدنا صراطا مستقيما. اللهم انصرنا نصرا عزيزا، وزدنا إيمانا مع إيماننا يا أكرم الأكرمين. أعزائي المشاهدين، إلى حلقة الغد أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.